السلام عليكم خوتي احبابي اصحابي، تحياتي لكم في كل قارات العالم. اليوم رانا هنايا امام البرلمان البريطاني. السلام عليكم، واش راك يا ام امين؟ السلام عليكم، لاباس ويا؟ ربي يحفظك، تحياتي لك يا رجل طيب. السلام عليكم، السلام على الشعب الجزائري المحبوب، تحياتي الجاليه هنا في بريطانيا وفي كل مكان العالم. نتحي الشعب الجزائري، سلامي الحار لعائلتي، نسلم على وليداتي وبنياتي، ربي يحفظهم ان شاء الله. راكو تشوفوا يا خوتي الجزائريين، في بلادي في الجزائر العاصمه كي نوقف قدام البرلمان نهار يوم المصالحه ضربوني واحتقلوني وداوني الشرطه الكوميساريا حتى العشيه باش يلقوني، وقطعوا لي حجابي من اللور مقطع في بلادي، بلاد الجزائر، بلاد الشهداء والاعلام. هاوليك ها نحبوا اعلامي انا، ماشي غير هما اعلامهم. وراكو تشوفوا راني قدام البرلمان بريطاني، حتى واحد ما حاوزني، ما قالوا واش راكي تصوري واش راكي تسجلي وراكي بعلم الجزائر. تحيا الجزائر، نترحم على الشهداء، نترحم الناس على العشريه السوداء. ربي يكون مع المخطوفين، ربي ان شاء الله يطرق سلاحهم، ان شاء الله يطرق سلاح السجناء السياسيين، الخز والعار، الاحزاب اللي ادعوا بالاسلام والدين. نقول لهم يا وحد المنافقون، انتوما تاع المصالح، انتوما النظام، بصح انا كون جيت في النظام نحي لكم لي 400 مليون، والله ما تخلصوها. منافقين زعما يعطوا لكم 400 مليون وتقولوا نعرضوا فيهم، واش راكم تعرضوا؟ عرضتوا ام امين في مازافونتلين. انتوما الاحزاب اللي ادعوا بالاسلام، بن فليس، لا السيد محمد بن حمو، حزب الكرامه، وراي الكرامه تاع ام امين كيضربوني قدام البرلمان وقدام البرلمان الانجليزي، راني نهضر ونتصور وواقفه. عيب وعار عليك يا بن فليس، خاف الله تعالى. قلنا الملفات تاع المخطوفين والرهاب، الملفات تاع اللي فوق مجاهدين اللي فوق وزار، عيطوا لعمي بن يوسف وقعدوا معاه، انت عيط المخطوفين نجوا معاكم نقعدوا، بصح بشرط تقولوا لنا الحقيقه، ما تكذبوش علينا، خاطر انتم اولاد النظام على بالكم بكل شيء. وهذاك بن يونس انت مقرع، عرفت بن يونس كي درت هذاك اللقاء تاعك، لقنا سب الجزائريين، ها انت ما عندكش، ماشي ما عندكش روح وطنيه انت، زي بن عروس قلت لنا انتم فونيت با ناسيوناليست، جو سو بلو ناسيوناليست كو فو مدام. انت نقول لك انت وشنا، انت يا تبروسي الصبابه، انت والبرلمانيات هذوك راهم تماتك. نقول لهم عيب وعار عليكم يا نساء الجزائريين، كون غير جيتوا غير قد هك من عند حاسبه بن بوعلي، واش دار درتوكو؟ انتم تدوا في الدراهم وتسبب، وزعما حزب المنافق تاع حماس يقول لك رانا نساندو اخواننا الفلسطينيين، والله غير عيب وعار عليكم. انتم الشهره راهي ماكلتكم والدراهم، بصح نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما تربحوا ما تنفعوا، الشعب الجزائري مرضتوه. ها شوف هاني نتصور، ها لي كور دبلوماتيك، شوفوا واحد ما حبسني، ما قالوا واش راكي ديري في بلادنا، هيا روحي. انتم تسحبوا فيا في القاعه والناس كاع تشوف، الشرطه كاين، ولاد فاميليا الدار كاين، ولاد فاميليا في الجيش كاين، ولاد فاميليا هذوك اللي مازالهم عندهم جنونهم ومسمومين، اقعدوا ترانكين. ضربت ربي واعره باركه، ما تسيزي للناس في المارشيات مساكن، تدوا الكوميساريات وتقسموا ما بيناتكم، ما تقولوا ندوا دار الشيخوخه. كون جاب بلاد مسلم ما كانش دار الشيخوخه، كل طفل يشد يماه، كل طفل تشد يماها. انتم تدعموا باش يزيد الهمال، باش يزيد الناس تروح للسوفي. نقول لكم ما نحبش على قضية الليبي، ها عزيزي ما نحبش عليه، كون يعيطوني في اسرائيل نروح ونوقف تم على جال وليدي، على جال وليدي عيني نمدهم، نمد عمري على جال وليدي. يسلمك ربي يعيشك، وتحياتي كل الناس الاحرار الجزائر، الرجاله ونساء، كاين رجاله ونساء. ما طيحتش وليدي يا نظام، ما بالك تلعبها، ما طيحتش وليدي وما نطيحش، وما نعطيكش الفرصه تكتب لي توفي في صفوف جماعه ارهابيه، هذه غير انساها. من المحل باش وليدي ها لا حبيت تديني انا وتطلق وليدي، هاني قابله. من غدوه ادوني احتقلوني للصحراء. السلام عليكم الشعب الجزائري، نحييكم، السلام.